الأجازة المسافرون عبر الخطوط الجوية الفلسطينية، الرحلة رقم 2022. نود إعلامكم أننا على بعد دقائق من الوصول إلى مطار القدس الدولي في أول رحلة بعد تحرير العاصمة من دنس المحتلين. تستطيعون بعد الوصول التوجه مباشرة إلى المسجد الأقصى المبارك والمشاركة في صلاة التحرير التي ستقام بعد ظهر اليوم. باسمي وباسم الزملاء طاقم الطائرة، نشكر لكم اختياركم الخطوط الجوية الفلسطينية والمشاركة في أول رحلة على متنها إلى مدينة القدس. جولة سعيدة نتمناها لكم.